24 ساعة من عودة الأمطار كانت كفيلة بارتفاع حوادث المرور في عدة مناطق من التراب الوطني، حوادث متفاوتة الخطورة سقط على إثرها قتلى وجرحى. أثر التدخل وحدث الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة إلى غاية صباح اليوم الساعة 8 قمنا بإجمالي تدخلات مقدر ب 2741 تدخل. في سياق حوادث المرور، عدة حوادث مرور سجلت. الأكثر دموية هي 4 حوادث تسببت في وفاة 6 أشخاص في مكان الحوادث وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. أدق الحصيلة خلال هذه 24 ساعة كانت على مستوى ولاية الشلف بوفاة 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين. مع عودة هذه الكوارث المرورية إلى الواجهة والتي ينسب سببها في الغالب إلى التقلبات الجوية الحاصلة خلال 48 ساعة الماضية، طرق الدرجة والإفراط في السرعة والمناوض خطرة تؤدي غالبا إلى الانقلابات أو الانحلافات. لذا لما تكون عندنا تساقط هذه الأمطار الأولى الحيطة والحذر، يعني تقليل من السرعة قدر الممكن وتجنب التجاوزات الخطرة والمناورات مع احترام مسافة الأمان. باتباع التوصيات التي تقدمها مديرية الحماية المدنية واحترام قانون المرور، ثنائية من شأنها أن تقلل من حدة هذه الحوادث.